لالا مريم من مدينة طنجة. ألو صباح الخير. صباح الخير حنان. لالا مريم كيف صبحتي؟ لاباس صحة. لاباس عليك كلشي مزيان؟ كلشي مزيان الله يبارك فيك. الله يحمدك شكرا. شكون دابا هذا عاود؟ سعد طه شكون؟ سعد وحفصة عندي ثلاثة. لا ولكن دابا شكون اللي كيهضر؟ دابا سعد كنهضر معاك وخصو يرضع. الحبيب ديالي الله يحفظه لك ان شاء الله يا ربي. التليفون كيعمل ايدك. الله يحفظه ان شاء الله يا ربي. مريم عندنا شي نصائح هاد الصباح؟ واخا يلا تفضل. عندنا بالنسبه للحريره ملي كنعملوها كنعملو فيها العطومه والحيمه لكل واحد اللي كيعمل جداد. كل واحد شنو كيعمل. انا كنعمل العطام كنعمل الحيمه. ديك العطام شي مرات كيكون ديال الركبه مزيان. شي مرات كيكون فيه ديك المخ. عرفتي؟ هي طبعا هذيك المخ ديالو ملي كنطيبو الحريره كيخرج ديك المخ كيتفرتت كيطلع كتيد من الحريره. اييه بصح. انا كنشبر واحد السكين موس كنكرطو كل وكنزول كنرمي ديك المخ وكنخلي العطام كيطلق لدا حسان. غير العطام بوحديتو بصح الحريره كتجبنها بالعطام ياك؟ لا بالعطام الجديده ولكن ديك المخ كيخرج عرفتي؟ كيدم كترجع الوجه ديالها كامل من يده. ديالو من فوق. فعلا. كنرطو اذا كتحيدو مره ما تخليش فيه المخ مره تخلي غير العطام. هذاك بقى العطام كيطلق لدا ديالو. عدلتي الحريره انا ما بغيتش نعدل هاد الايامات قلت رمضان قرب ما حتى شي نعدل هذا غير توحشوها. البارح وقال لي بلات وحشه قال لي اعمل هذه وعملتها. وما تقدرش تقول لي. مع الرغيفات هذيك الشيء هذاك عملته. بحالك يا مريم ما عندي ما يتسالك. الله شكرا. المهم عندنا الكيكه ملي كيتحرق الوجه ديالها كنعدلو الكيكه ونسيناها مثلا الوجه ديالها تحرق. كنهزو بالموس كنزولو على ديك الوجه بشويه كنزوله. وكنرشو شويه السكر كلاسي ولا كنغبروها بالسكر كلاسي وكنردوها الفران كيكون امام مشعول كنردوها. المهم كيتكون لها وجه اخر. ياه. كيتحمر كيرجع لنا وجه اخر يعني بحالي ما تحرقتش. بحالي ما تحرقتش هذه خوذه عادي. كيتكون لها ولا كنقص البوط عليها شويه. فهمتك. بهذيك السكر يلا كيعطينا ديك اللون. ذهبي. تبارك الله عليك يا مريم. وعندنا عاوتاك لبغي المهم كاين الناموس. الناموس كيصطبرنا بالليل وديك الشيء هذاك ما كنفتحوش راجم وهادي كنعملوا وريقه ديالنا عندنا حدا الراس ديالنا ولا فالمهم حدا النعناع كيجري على الناموس. المهم كاين هذا كيحاول مع شويه. بعدا كينقصهم. حدا كنعمل شنو؟ كينقص ناموس زعما كيجري عليه. كينقص شويه زعما حدا المخده ديالك كتعملوا عاوتاك حيدا حداك شي وريقه عاوتاك حيدا حداك. حدا العيال؟ حدا العيال. كيمشي العيال بزاف الناموس. اللي جربته البارح زعما عملت شويه. ياك؟ لا شويه. وزعما نقص. كيكون ديك هذيك يدخل الناموس. هو طبعا هو ضرب الحراره الوقت ديالو ديك الشيء الوقت ديالو. التومه الا بغيتي ما كتبغيش تقشر نايده كنعملوها شويش في الماء. شنو هي التومه؟ اذا ما بغاتيش تقشر تبقى ديك القشره لاصقه. اش كتعملها؟ كنعملها شويش في الماء خليها شويش وعاد مقشره كتزول دغيا كتقشر بسهوله. الماء عادي ماشي الماء سخون. صافي لا غير شويش في الماء هيدا بنيتها شويه صافي وتقشرات حيدت. مريم ما عندي ما يتسالك تبارك الله عليك واللي كيعجبني فيك هاي هاي باقي ان شاء الله باقي الوقت. اللي كيعجبني فيك الحاجات اللي تينا مسنسه كتعدلهم ياك هما اللي هما النصائح اللي كتعطينا. انا اللي كنعطي اللي انا فهمتي ديك الشيء بسيط واللي انا مسنسه في الدار ما عندي ما يتسالك. الهلي خاطيك الهلي خاطيك يا مريم. شكرا شكرا. سلموا على ماماك اليوم اخوتك. شحال؟ قلت لك نسلموا على ماماك وخوتك اليوم ولا لا؟ لا واخا ماشي مشكل نسلم على ماما وعلى با وعلى خوتي كلهم والعائله ديالي في ازايلا الناس دراجلي وهذه كل شيء والناس اللي كيعرف مريم. تبارك الله عليك مريم شكرا جزيلا ربي يخلي لك العيال الف شكر تحياتي ليك.